في علم؟ في حلم ولا في علم؟ 50 رزمة في 10,000 جنيه، نص مليون جنيه. وجاي مديها الفقر. اتمرمطت يا سامية. بس اختك يا سامية عشان ارجع. ليكون الراجل ده ناوي يتجوز عليا. امال مخبي عني الفلوس ليه؟ بقى كده يا محمود؟ نص مليون جنيه يا محمود؟ طيب يانا يا انت يا محمود، يانا يا انت. اغسلها، معلش يا سامي اغسليهم انت بقى. وتغسلهم ليه يا حبيبي؟ دي ريحتهم مسك وعنبر، وبعدين ان شاء الله اللي يغسلهم غير ايده تتقطع. معلش يا سامي، انا المفروض كنت ارجع بالشنطه دي مليانه هدايا وهدوم جديده، بس ازاي ما سافرت بيها رجعت بيها والهدوم اللي فيها كمان مش نظيفه. انا عجباني الشنطه باللي فيها. المهم بقى يا حبيبي، ناوي تعمل ايه؟ لا يا سامي، بفكر يعني ان انا اقطع الاجازه اللي من غير مرتب اللي عملتها دي، وارجع الشغل تاني، واشوف اي شغلانه بعد الظهر تجيب لي اي قرشين وخلاص. معقوله يا حبيبي؟ معقوله الشهور دي كلها في الخليج ومعرفتش تحوش ولا مليم؟ يا ساميه انت عارفه هناك دلوقتي ما بقاش فيه اي شغل لاي اجانب، جماعه اولاد البلد هم اللي خلاص شاغلين كل الوظائف. بس برضه كان لازم تحوش يا ساميه. يا حبيبتي قلت لك اتمرمطت، اشتغلت في كل الوظائف. اشتغلت حارس امن بتاع عماره، واشتغلت جرسون في قهوه فيها الزباين، واشتغلت بيبي سيتر لعيال صغيره بغير لهم، حتى الوظايف دي كمان بقوا من الهنود والفلبينيين والسريلانكرانيين بقوا يقبلوها بمرتبات اقل مننا بكتير. خلاص يا محمود، خلاص قطعت قلبي، هعيط. خلاص ما تقلبهاش دراما ابوس ايدك. انا بقى يا حبيبي هقوم احضر لك عشاء، وان شاء الله بكره تروح شغلك وربنا يعدل. عشا، ياه الكلمة دي ما سمعتهاش من زمان. عشا من عيني. من عيني يا حبيبي. حاجة عجيبة أوي، دخل الأوضة لقى الشنطة مفتوحة وفاضية وكل هدومه براها. أمال النص مليون جنيه اللي أنا لقيته في الشنطة إزاي؟ لا بص عليه ولا فكر فيه ولا حتى قلق. معقولة؟ معقولة نسي إنه جايب معاه نص مليون جنيه من الخليج؟ نسي إيه؟ حد ينسى مبلغ زي ده؟ الحكاية دي وراها سر. أقوم بقى أكتب طلب قطع الأجازة على الله يوافقه. يا رب. ورقة وقلم، ورقة وقلم، ورقة وقلم. الورق والأقلام كانت بتبقى هنا، كنت شايلاهم هنا. أكتر من 5,000 جنيه؟ ده حلم ولا حقيقة؟ لا حقيقة. الله، الفلوس شكلها كمان مش مزورة.